هار على ديرتي على وطني احميه وافديه والوطن ما ينباع ثمن الوطن ما ينباع ثمن يا ناس يا ناس الوطن مو جنسية تتوزع بأي مكان الوطن حب وخلاص تضحية والوطن نفدي بأرواحنا نفدي بأرواحنا نفدي بأرواحنا اولا احنا اخوان
لعيالك، وبعدين كل المشاكل راح تنحل. واذا مساله مساله فلوس فلا تحرك، هذه الفلوس امرها سهل. ابشرك العمليه راح تتم على نفقاتنا ولا تحرك. سجن حرام حرام. لا لا لا، هم عيالهم ترى يشوفون يستاهلون يستاهلون. بعد جاوبوهم جاوبوهم لطيف الطريق في سجن من هناك وجهه من هناك راح ما في كلام. اعطينا سجن ولا طرف وجهه من هناك ما في كلام. اعطينا جبهه تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور. حياك. أم سعد. العملية كاشحة مهمة يعني. شو تسميه ولدي؟ نعم. بس إن شاء الله حتكون مضبوطة 100%. حيطلع حطها. هذا هو هذا بسوي عملية ونادي. لا لا أنا شخص صراحة بس راح شغلت أنا ما أبي أتكلم وأنا خيوط بطلت. أنا عامل 30 عملية في العالم كله، واسأل الناس كلها عني وهتسمع عني كلام زي راسك. يا بسلام ومحبة وما هذا أحد. هنعمل العملية. يلا، قدامي.
حرا عشقناك شهيدا. لقد عشت زمانا طاهرا أثواب وهالك سلام لك تعطينا دروس الحروب دوما. وقد صرت في درس الحب يا حب مخلد سلام لك إنا أنت لمضيبي فبات توحدت بنا بالعشق فالكل محمد. عشقناك هنا عشقا بهيا عشقناك أخا حرا أبيا عشقناك أبا السمع عشقا تعلى فوق هامات الثريا. عشقناك فصرنا منك روحا عشقناك فلم وشيعناك للقبر ولكن رأينا فيك رفضا علويا رأينا فيك رفضا علويا.